مدرب الوداد يشكر الرجاء. عبر وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي عن سعادته بعد التتويج بدرع الدوري المغربي بعد تعادله امام المولودية الوجدية. واكد الركراكي خلال مؤتمره الصحفي التي تلا المباراة انه كان يعرف ان هذه المواجهة لن تكون سهلة، بدليل انه كان متأخر بهدفين نظيفين قبل ان يتعادل عبر ريمونتادا بتسجيل هدفي التعادل. وتابع: أشكر اللاعبين والجمهور الودادي الرائع الذي لم أرى مثله حيث تنقل لوجدة وبقي يساندنا رغم تأخرنا في المباراة. وأشار: كنت أعرف أن المنافسة ستكون صعبة، أشكر الرجاء لأنه ضغط علينا، أفادنا وفرض علينا الاجتهاد دائما وعدم التراجع ولم يترك لنا الفرصة للراحة. وتابع: لقد فازوا في الجولة السابقة وكانوا مستعدين ليشكلوا علينا الضغط أكبر في الجولة الأخيرة، لذلك أهنئهم على مشوار، وستظل العلاقة الجيدة بين الناديين وستسودها الروح الرياضية لأنني أشتغل في مدينة الدار البيضاء الكروية. وأكمل: لم أكن راضيا على أسلوب لعب فريقي في البداية، لكننا انسجمنا معه وواصلنا الطريق. الوداد هو ريال مدريد المغرب وإفريقيا، لكنني لن أشبه نفسي بمدرب الريال أنشيلوتي لأنه أكبر مني سنا. وتابع: أتابع المدربين العالميين ومن ضمنهم أنشيلوتي الذي يتميز بالعلاقة القوية مع اللاعبين، لذلك اشتغلت على هذا الجانب وقد أتى ثماره. وختم: تلاحظون أنني لست غارقا في الفرحة، السبب أنني لازلت لم أصدق بعد تتويجي بالدرع. ويتميز وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي بتصريحات مثيرة للجدل، خصوصا بعد التصريح الذي أفاده بعدما كان مدربا للفتح الرباطي حين قال أن البطولة ودادية ولن يستطيع أي فريق آخر أن يحسمها وأن بعض الفرق في الأخير سوف تذرف الدموع.